تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم معنا في الحلقة الأولى من برنامج مساء الخير. مشاهدينا مساء الخير، وفي برنامج مساء الخير الذي يسعى إلى التواصل معكم، وهو برنامج سنحاول من خلاله طرح مختلف المواضيع عبر تقارير يومية تعكس مختلف الجوانب الحياة اليومية، كما يتضمن عدة زوايا صحية وأخرى في مجال التغذية وفقرات متنوعة. فأهلا وسهلا بكم معنا من جديد، وتتابعون معنا في هذه الحلقة اليوم. والسحر الحرارة. عين على السياحة الداخلية، الحنين إلى سحر الوطن. فأهلا وسهلا بكم معنا من جديد في هذا البرنامج الذي نرجو من الله العلي القدير أن يجعله أن ينال رضا جميع المشاهدين. أعزائي المشاهدين، اعتاد معظم سكان زميل القالية سكان مدينة نوكشوط الخروج كل مساء من ضيق العاصمة إلى فضاء المناطق المجاورة الأكثر اتساعا وهدوءا. ومن أبرز الأماكن التي يرتادها السكان وأكثرها قربا طريق المقاومة الذي تحول فجأة إلى منتجع مفتوح يخرج إليه الجميع أسرا وأفرادا. فتن والمنتالي والشيخ محمد المامي زار طريق المقاومة وعاد إلينا بالتقرير التالي. في الطرف القصي من عاصمة اعتاد معظم ساكنيها الخروج ساعات الأصيل بحثا عن الهواء الطلق وتفيؤ سكون الصحراء، تمتد طريق المقاومة ويمتد معها ولع قاطن نواكشوط براحة البال. هنا تختلط الفسحة بالتجارة والراحة بالتحصيل، فاتخذ البعض مواقعه على قارعة الطريق في عرض مغر لما لذ وطاب من مشوي. ناس هون زين عييناتها كاملي، كله يقفل دار ويقيم جاي كليماتيزر ويزيل حصيرتي هذه ويقعد عليها ويشتري من عندي ذا اللحم، ومطمن في وطن، وقال عنه كان يمشي شغل خارج ويسقط شي من الاموال طايله هذا، وذاك عادي يجي يقبل صرفه 3000 ربعة يتعشى مشي لذيذ معدل مواطن وفي وطنه ومترحم، يجي ويقول انه هذه الطعمه اللي يجبر هون في هذه اللحمات اللي نعدله ما يجبرها قاعد في بليده يسوى شنو. وما شاء الله يعود وقت الراحه كيف ليله الجمعة والسبت تحصر هون الناس عالم كل شكل، ويباتوا هون متكيه امنين كلها لبنتهم لانا من الفضاء تلفونات، باتوا هون كلهم متكيه امنين في وطنهم لا عندهم مشكله. حال هذا الرجل هو حال اخرين، اختار بعضهم عرض وبيع لبن شول سائغ للشاربين. انا هون عندي شمن اللبن هون نبيعه، ايوه سمعت، ومستنفع منه ومستنفع منه عيالي، تبارك الله تبارك الله. اللي نجي هون دحمس تقول لبن مكشوف ما بقت فيها وته ولا رقع، فتينه بالله لا العصرات امي تبارك الله. الطريق المعد اصلا للتخفيف من ضغط الحركه المروريه حوله السكان الى منتجع مفتوح فيه يجتمع شمل الاسر وينزاح الكرب الناتج عن ضغط يوم شاق من ساعات عمل طويله. وطن ما يبدل احد بالشي، وطن مولي امن وفي الحمد لله خيراته ياسرين، في الحمد لله الحيوان تبارك الله خالق واللبن موجود الحمد لله، واحنا اقتصادنا ما شاء الله ويا الله احد ما يبدلوا بالخارج. سمعة طريق المقاومة باتت الأولى من بين نظرائه، بل تعدت ذلك إلى أن وصلت حتى تفضيل الراحة على رماله الذهبية على السفر خارج البلاد.
وحده هون امن انا وعيالي. والثانيه ماني مخال ديفيز موريتاني فاصل في وطني ونبقيه عشان ما نبقوا موريتاني. والثالثه حلاوه اني نجبر هون ما تنجبر في العالم. انا راني مشيت من كندا غربا لين جنوب افريقيا تحت لين المشرق في اسيا لا قد ضفت اللي احلم اني نجبر هون. لا يختلف اثنان على حب الموريتانيين للباديه والحياه البسيطه والهادئه، لكنهم ايضا اصبحوا متفقين على مكانه طريق المقاومه ودوره في الخروج من ضغط واكشوط الى فضاء اكثر راحه. شكرا للزميله فتن المتالي قال لي اذا طريق المقاومه. برك كان قد جيت لطريق المقاومه هذا كان قد خطي لي. عندي ذي الخريفه ما تزرت. لا في ملاحظه بسيطه على ان احنا عندنا لا طريق المقاومه من الاتجاهات اللي نوخذ شورو والغريب عند الطريق بعد اللي راك سنه ولاتين عاد الناس اللي تجي اللي عند جاي مثلا باش البانو اللي جاي بكاكة سياريت وجاي بكاكة كذا ذي القمامات كامله اللي احنا مثلا عندنا من الفسحه الخروج من المدينه هذا الطريق وحده عاد هي القمامات تجبريها ما تروح على المكان اللي كانت فيه وكان الصف ما راجع ان شاء الله الطريق. لفتت انتباهي ملاحظه لصاحب اللحم قال عن هذا هو احسن لحم يقدر هو بحد ذيك المنطقه قط قلعت غباك من ذيك الروايه الله يرحمه. مان الله لحمه للاسف ما قط قلعت غباك لسه مو زين والله ولسه مو زين والله لسه ما قط قلتي. احسن عطر الشوفي غير نعرف انه ثروه اللازم ان احنا كيف ما قال لك التغرير الموريتاني يقول حياه البدو ربنا عليه. فهم سؤال طرحه الراجل على الطفيله قال له كان احنا قال له نبقوا موريتاني لكنك تبقي موريتاني الله يتوقيها. ما نعرف داخل الشك تقول اللي ماني وطنية داخل الشك شوي ولا هنجي صوصوكو كهن واذيبو والله تابعوا. نسيم عليل وهدوء وشاطئ أطلسي متمرد على عوامل الطبيعة ومنتجع سياحي رغم محدودية بنيته التحتية إلا أنه يمثل غاية كثيرين من سكان مدينة واذيبو. كابانو منتجع يميز العاصمة الاقتصادية الشاطئية ومزار للوافدين إلى المدينة ومكان لهوايات متعددة كالسباحة والصيد وغيرهما. لبات المديح مراسل التلفزة الموريتانية من مدينة واذيبو ربما أرغمته الحرارة على زيارة كابانو فعاد إلينا بالتقرير التالي. عندما تشتد الحرارة ويضيق الحال بسكان مدينة أليفو مناخها البارد يبقى الملاذ الوحيد منطقة كابانو الشاطئية. هنا يتنفس الجميع الصعداء في هذه الأجواء السياحية حيث تتسم شواطئ الأطلسي بهذه المنطقة بالهدوء وبنسيمها العليل وما جعلها وجهة مفضلة يؤمها عشاق الراحة والاستجمام من مختلف ولاياتنا الداخلية. أنا هذا من سكان نواكشوط وجهد جايبني 80% إلا أنا جبرها نفسي من هون نتمونك هون وهون تنزل في الرياضة يلعبوا في التركبالون وفي ياسن الأمور الزينة المونكة للراحة حد جاي فتران لا يستراح لين يمرق هون يستراح ويتخمم تخمام مونك. نحن أنا وصحابي جاي من نواكشوط جاي قابلنا قبل وادي خصوصا كابانوات هذا جاي من نواكشوط لا نشوفهم نعدوا فيهم صورنا نستراحوا فيهم قابلنا راحة جيجور جايين هون أنا وصحابي ثلاثة معايا قطعا انه عجبنا زين عندنا حتى هالجو قاع ما نسبرو في نواكشوط. في هذه الفترة بالذات تستقطب هذه المنتجعات السياحية اهتمام من يرغبون في قضاء بعض الوقت في أجواء مريحة بعيدا عن ضوضاء المدينة وصخبها وحرارتها التي تشتد خلال فصل التساقطات المطرية. أنا حامد الزمن بالنسبة لنا احنا الواذب ونقصون احنا وتركتنا ظالم قيلي وانا بيوت نكرهم في النهار وفي الشمس وذاك الشيء وتوني نعود دحميس نعطسوا عنا البيوت توجهوا البحر نوقفوا عليه نستدروا نجيبوا التجميم نرجعوا لديارنا. هذا المنتجع السياحي يمثلنا ياسر المشي بان احنا هنا ساكنين في الدشرة وهذه الايام شاهد أزمة الرطوبة في ياسم الحرارة كنا ما جبرنا هنا خلاو زايدنا على بتشور هنا في هذا الوطن ياسر المشي لان يضيق علينا الحال يضيق علينا في الدشرة نعود لابد ان نجي له. وتبقى هذه المنتجعات اكثر من اي وقت مضى بحاجة الى لفتة عاجلة من اجل استصلاحها عن طريق اقامة مرافق سياحية خصوصا في ظل التحولات الجديدة التي تشهدها عاصمتنا الاقتصادية التي أصبحت منطقة حرة. طالبين من الدولة خلاص شوي بنية تحتية تعرف الوشيب اللي فيه منظر سياحي زين حتى وتعرف الوشيب اللي الناس اللي مجمعة هون لا على ذو القرب قاعدة فيهم
لو انها ما راتهم هون يجي في درجه الحراره تعود متينة حتى. خاصه الدوله تعطي عنايه خاصه من بدل تبني في يجبر في بنى تحتيه به هو يتوفر على شروط كامله للنجاح وتعود مال يزيد الاقتصاد من دولتنا مال تعود معروفه على نحو سياحي. ويختلف رواد هذه المنتجعات السياحيه في ملء الفراغ، فمنهم من يلعب الكره ومنهم من يصنع الشاي واخرين يجدون متعتهم فيما يعرف بالصيد الرياضي. ومنهم من يفضل السباحة في هذه المياه الهادئة. إذن لكل تسليته الخاصة حتى تبدأ رحلة العودة إلى المدينة مع اقتراب سويعات الأصيل. من الحضور والمشاهدة وحتى دخول الحلبة حينما لا ترتفع وتيرة المتعة. صلاح فاضل زار ساحة كاسكادي وعاد بالتقرير التالي. سرعة فائقة وحركات دائرية جريئة، وبعبارة أخرى كل ما هو خارج عن القواعد السليمة لقيادة السيارات. رياضة في مساحة محدودة وأمام جمهور غير حذر ودون احتياطات أمنية لازمة. كاسكادي زين ممتع، نجيو يوم الجمعة هوم دحميس نشوفوا شي يطربنا. ما جورنا باراج توقف وراه الخلق يوميا، هو من عطب ولا دمية يدقدقوا تركوا يدقدقوا كاسكاديرات ما يقدوا كاسكادو وتاتهم يبقوا راهو في الساحة. الدولة تدعم والله تجير قرياج والله روايتهم توقف شهور الناس. هو خطير، أنا قاعدهم خير ماني مطمونك. أنا كيف نبغوا لا نختار الدولة تدير لنا باراج ولا أنتم ونقعدوا وراه ذاك الناس. في هذه الساحة على شاطئ المحيط الأطلسي بالعاصمة تستهوي هؤلاء الشباب رياضة السياقة المتهورة، حيث تأخذ من وقتهم وتشكل بالنسبة لهم فسحة ممتعة. فخلف مقود كل سيارة من هذه السيارات يجلس أحد الشباب ليمارس هذه الرياضة، بل قد يتعدى الأمر إلى استخدام وسائل أخرى كهذه السيارة التي يخرج شكلها عن المألوف، كما تحمل العديد من الألوان المميزة وهي بذلك تمثل جديدا بالنسبة للجمهور قد يزيد من احتمال الوقوع في الخطر. هي الرياضة ما عندي فيها شيء، لا سمراتوف أنا استحفي الجمهور سمراتوف، لا ما فيها خطر عندك في حتى ما فيها قاعد يكون هو خطر ولا فيها لا نحطوف شيطان وتوف سمرات ثم اللي نقوم ماشي انت ما عندنا. قد يمارس المرء هواياته الرياضية المفضلة، وقد لا تخلو هذه الهوايات من أخطار، لكن أخذ الحيطة وخلق الجو الآمن أمور يجب أن تسبق أي نشاط رياضي يراد له أن تحمد عقباه. شكرا صلاح الزميل المحترف تقريرا عن الحركات العشوائية التي يقوم بها محليا عندنا بتكاسكادي. أما الآن مشاهدي الكرام فننتقل بكم إلى فقرة عين على، نتناول فيها موضوع السياحة الداخلية، الحنين إلى سحر الوطن بعد قليل. محمد
مناظر آسرة والسحر وطن عشقه أبناؤه وانهجروها، من قلب غادي شرقا إلى محمية جاولينغ جنوبا، ومن قلب الريشات شمالا إلى حوض أرجين غربا. غربا تعددت المعالم السياحية التي عشقها الأجانب وحتى فضلوها عن أوطانهم. في كل موسم خريف تبدأ الهجرة المعاكسة من المدينة إلى الريف، هجرة تعبر عن حنين إلى سحر الوطن، ابتعت قرائح رجالاته هياما وغناء عليه. محمد، في فقرتنا اليوم من عين على سنسلط الضوء على المعالم السياحية لموريتانيا ونغوص في موروث خلدته الثقافة الموريتانية، لنستمع إلى بعض آراء أبناء العاصمة الذين منعتهم المشاغل وشغلهم الحنين إلى السياحة الداخلية. بالنسبة للعطلة هي العادة رقاش مثلا يختارها عطلة بادية، العادة اختارها عطلة بادية أشبه لها شيء لا يعود إلا موريتان، هي اللي بواديها ما زالوا زينين وما زالوا على الأصالة الطبيعية، خاصة العام الحمد لله اللي كان خريف والسحاب الحمد لله خلق منها قدر اللي لا يعد إلا خريفة زينة. وبالنسبة لرقاش مثلا خاطري عدى عطلته عطلة الدشرة و معالم سياحية حضارية ذاك صراحة موريتان ما فات عاد فيها، وبالتالي لا يتعود إلا موريتان. عطلة البادية هي أكثر شيء متاح ركاتي الغالبية العظمى. أنا موريتان يا واشعة ما قطيت جيتها كاملة مدنها كاملة، يقير بعد مدينة أطار أعتقد أنها مدينة متخلط فيها ياسر من المعالم اللي تقد تنفع في السياحة، معالم جبلية وفيها ترجيت وفيها حتى على مستوى المدينة نفسها فيها أحياء قديمة وشلاك نبتو. خارج قاع ماني مقطوعة طيقتو بعد أولين بعد قاع الثاني حد يقبل الراحة لا ست شهور العيون هذا وشي قافي من عند الطينطان يمشي نين يعود 30 كيلو ولا 40 من العيون يكرر فيك الدشرة زول أيام اللي هم خلاص هذا كافي من السياحة. مناظر زين والأرض زينة وأهلها زيني مصقل فهمتوا؟ إذا إني بعد نطلب قاع من الناس على إنها تحاول كانها تعدل بعد كلاغ سياحة قاع. نختار نقضيها إلا في الوطن هون باللي قد قارنت أنا من نفسي قد قست المغرب وزقلت فيه ياسر من الفضاء وجيت الفندق وما نفس الجو اللي كنت فيه في المدن هو نفس الجو اللي جيته، ولكني ما جبرت قاع أهالي اللي نعرفه محيطي وأهلي وذا اللي زقلت ما اللي زقلته وطن ما هو وطني وزقلت ياسر من الفضاء. مشيت نهارات في الداخل وما شاء الله جبرت عطله زينه وجبرت اهالي اللي مالي عنهم وذا اللي زقلت مالي شوي ما هو ياسر ومع راحتي ومقارنه بعيد من 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 الراحه في دول الخارج فيه اللي ما هو واحد تجبر اهلك وتجبر محيطك وتجبر الجو اللي خلقت فيه ونشاتك والامن والاستقرار وتجبر موريتاني الحقيقيه موريتاني الاعماق اللي تشوف في التلفزه اللي تمشي لها تعايش جو 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 مريح بدلا من جو المدينه. تعود كنت في العاصمه وتمشي شارع عاصمه اخرى الجو ما تغير تزقل ياسر من الفضاء. انا مشيت نهارات وقطعا جبرت جو زين ومريح وعام زين تبارك الله وخريف والناس زينه وما شاء الله الامن والاستقرار وتبارك الله ما شاء الله البلاد منين جاك الليل ملي ما عندك مشكله ما هو كيف جو المدن اللي كنت فيه ترجع له في دول اخرى وتعود اللي زقلت في مدن ما هي اهلك ولا هي بيئتك ولا هو نشاتك وبعيد المقارنه بعيده جدا. موريتان هي اللي بلدي وهي الرابي فيها وهي اللي تطربني كاع بلاد اخرى ماني ما يزين عندي. انا عندي مدينه واحده مفضله مدينه تيسرين. هذه السياحة الداخلية كان مقصود بها أساسا واكتشاف أماكن جديدة للوطن، والله كان هذا هي مجرد عودة الأهالي شراء مواطنهم الأصيل. شكرا على السؤال، وثانيا أولا بعد كاع نشكركم أنتم على هذه الرسالة النبيلة اللي متولين هامكم توصلوها نيابة عن الشعب للشعب من خلال هذا البرنامج المولود السعيد.
وهم كنت تقولوا للشعب عن اللي جبر شواي ما نحرقوا يدي وذاك قاعده اللي عنكم نعدتهم خلال العنصر الاول من هذا البرنامج اللي هي الشواية وذاك زين كان ذاك مخسر عليه الشاي ذاك في ذاك لا واحد في على عمو معناها ظهرت تخري في هذاك معناها عن الموريتانيين هذا السلف كان مثال بالارتباط في الارض وكان مثال بمحبه الارض وراجل عند الخلف يتنبه لذاك وهذه ظهر عند البرنامج لا وسيله من وسائل التنبيه على ذاك هذا من مسيل من بحر مشروم ومشرع مشتهر وطاح وظل تنجبر من عاطي مولانا يشرح الاخلاق وذا الصدر الاخضر والظل ملانا والسعد وهذا من اللي قار تبغيه الناس ومانا عن الاختيار النيجار وموحين ويمانا الله الله معناها هذا من مشرع مشتهر هذا المشرع مشتهر هذا ظهر عن الشيخ لاحق قد قد يلحق من الارتباط بالارض يا انا وقت انك دام حفاك وكريدك والحزم عليك وتعسريك ولا ريت دواك من لحفه والحزم والكريد باش يداووه كامل يداووه بالارتباط بالارض دور اللي منه فلاك عند منه عند قليب اليزيد والله بالرق الرق فلاك والله بقليب العيد فليت وهذا ما بينه بعد اياك مسافه تربط قاع بعيد ذا قليب اليزيد وذاك الرق وذاك قليب الله يسلمك كامل مش ثقيل يداووه باش بالارتباط بالارض ومعالمها السياحيه حتى انهم لاحقوا متن التحضيض على متن الضبط عنهم الحاسي المبدل الحاسي المسمي باسم مؤنث يقابله هلا بالحاسي المسمي باسم مؤنث والحاسي المسمي باسم مذكر يقابله هلا بالحاسي يا العقل راعي ذاك حسي دار وذيك مولدي ديان وفجار على ريق ذاك بيهدي منهم بار وذيك مولدي زيرت يا خي ما يا غير حسي دار ما هو القصير الله يلسك حق وديانه ما هي بقوم الله وفجار ما هنجو وزير ثمان ما هي نبكي تولي أقول الله يلسك ومحمد الأحمد يولي الحق مبلغ اللي جمع 12 موضع في أربعة في الوقت بقنا لا يجول جانب الأدبي مهم عندي حتى غير اختير شوية نهار شو مثلا بقنا احنا الفترة الأخيرة مثلا اللي حكيت عليا في ظرفية محمد لبنو الشيخ والمكيين جماعة اللي قد تحلقت حتى بالأرض وتخذ فيها احنا الفترة عندنا مشكلة أخرى نتعرف عاد غالبية للأسف غالبية بعض المواطنين مع اللي حمال للسار على الدول المجاورة ساعة لي سنتي رمضان علي له تم لا تكفت في صبعك فلان مشاو فلان مشات وكلام عاد عندنا غياب عن اللي قال انت أنا اليوم بالنسبة لك انت ندري الناس اللي تمشي في الخريف كان قصد منها وعدد الداخل كان ما شاء الله تكتشف بالإيدات تجدد الله كان لا مثلا فرصية الحال عن أهل تقيس ماني فاهم يكون عنه الحكم على شيء فرع عن تصوري غياب الثقافة الوطنية المرتبطة بالسياحة من وسائل الإعلام ومن وسائل النشر ومن رسميات الدولة هذا جعل هذا الشباب جايته غازينه قنوات وفضائيات وإنترنتات تجعله يخرص بدلا من انه انا جد بالبلاد نختاروا عن خضرار مد اخرى انا نختار الصيف موريتانيا عن الخريف فرنسا بلادنا لفناها على كل حالة قد يلف شيء الذي ليس بالحسن قد تلف الارض التي لا هوى بها ولا ما هوى عذب ولكنها وطن معناها عن الانسان ارتباطه ببطنه تلفي تمني ما خلات فضله لا هي نكره بها والله نبغي ذا اللي موجود في الدنيا هذا هو الارتباط بالوطن هذا اللي نختار الشباب يعود كيف ما خلات فضله لا هي نكره بها والله نبغي ذا اللي موجودة له في الدنيا خط أنا ما يهمني مشي على الموضوع الأدبي ذاك ما يهمني هاي الشير مولي شوية قالي إتمان محلق لها سؤال سؤال يفنى طرحه وداشين عندي مولي الواحد هو يقول لا تقطع فيه خليني بطرح سؤالي يهرني بعيد وأنا في يهر من القضية شوي مين كل هاتش علينا السيدة لديب من درايك كان العائدات الاقتصادية للسياحة الداخلية في موريتان تمتلك مقومات تشجع الراغبين في أنهم السياحة الله يقوموا بسياحة في البلد العائدات السياحية بالنسبة للدولة أشبه أنا اختار نعود ندخل فلسطين لدولتي نعود ندخل لدولة أخرى السياحة الدينية موجودة كانت السياحة الدينية في هذه البلاد هذا الله كتاهل وفود اللجوء عن طريق كل فطر وخصوصا البلاد على سبيل المثال النمجاتها أكثر اللي دخلوا للبلاد في هذه السياحة الدينية من اللي دخلوا لأبناء الوطن روسوا من عند روسوا إلى تيجنت ينشر البنزين ينشر من عند البنزين واللباس الى بنيا هذا كامل اقتصاد هذا منين يرتبط به المواطن يعود يختار يعود مرتبط ببطنه خصوصا خارج روايه اخرى لا يعود جامع بين صله الرحم وعياده المريض والعون على نوائب الحق ذهلوا وفبلوا منين يجي هوك ما هو جابروا بكل انت توصل رحم حد من اهل رحم وما عنده توصل المريض منهم تعيد ما عنده معنى معناها عن عدم هذا الركتير مشجعكم على هذه النافذة ونختار هذه نافذة على إن قال لها
هذه نافذة العلاء. عين على والله عين بقرة. هذه عين على ان شاء الله. تشبت عين هذه على هذه شفت هذه عين على عدلوها عينان على وهو تياسر من الزمن انتم عندها للسياحة داخل الوطن. اياك هذا الانسان اللي يمشي ويزقل هذه الاموال الطائله. وانا بعد بالمناسبه اللاعب كيف الراجل اللي قال عنه فات السدر في العالم كامل اشهد بعد انا خاصه عن بيضاني بيضاني حياته ديما ناقصه يكون في موريتانيا. حياته ديما ناقصه. غيرني ارتباط بالوطن الله يهمني ليت لي وكان في ياسر مشي. توك تياك تعود مشيت شلون؟ اسود. ياسر من الامور انا فيا منها الرياض وراني بعد ساب نختم معاك راني سال فيك ندويه. جو ماله ولا هي تعود ندويه باب هذه ديما سجاجه راني كيفاش انت معمول في انا وتفقني تحت ديما سجاجه راني وتفق ديكم قولوا شي من تاعي وانا نعمل هذه انا ندويتي تراك لا انت معمول في انا وتفقني تحت شيخ والله حقيقه للحديث الباب مفتوح باختصار شيخ اختم لي بطلعه من البكاء على الاطلال زينه ولا تجاوز دقيقه لان المخرج شغل عليه يا العقل يا العين راعي زيدان وذاكر بيقر خرفاني بان شوفي تعبه بين الحسيان ذبل منين العقل رب في ديار الطربة وديدان الطربة وطريق يربة مدهوكة والحيوان قران رزان ولا ترى جدبة والأشجار الزينة والفرقان قران اللارك بركبة سبحانك الحي المنان معود هذه الدنيا كذبة ما تصدر تنزيدان الكان وعاد مزارق ضربة ضربة وعاد التغبة هذا لوان تنزيدان وعاد التعبة تغبة كيف البيق الغرفان يا ما كان اصله يغض والله والفرقان بقى قفار والحيوان الله يسكت مات الاشجار مات زين حتى وخويا يعود البرنامج كامل عين على الله يبارك فيك شكرا جزيلا لضيفنا الباحث الشيخ تقانا والنامي ولا بنو نلتقي ان شاء الله في فقرات لاحقه ان شاء الله نشكر على حضوركم معنا اذا مشاهدي الكرام بعد قليل نتعرف على حكايه انسان بطلها شخص تحدى الاعاقه فاصبح للحياه معنى تابعونا بعد قليل شيخ تبري منك راك لا تهرب اذا شكرا انك وصفت خاصه عن 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 الانسان الذي تحدى الاعاقه الله يكون ارادتهم الجديده مكنتهم من النجاح ومن الوصول الى مكه فالاعاقه أظن محمد أن أنها حسب إرادة الإنسان وإيمانه الصادق الله تبارك وتعالى به اللي الرضا بالقضاء والقدر وهذا إن شاء الله نشوف هذه التجربة أحمد سالم الشيء ثاني مو لا خلي خلي يشعل هذه الإعاقة سر ويرضى بقدره ويعرف عن وزن الإنسان تخلق ما يمكن ولا تخلق ليشهدها تشهدها الإنسانية بشكل عام ويشهدها نعم محمد أحمد سالم هو صحفي وممثل رغم الإعاقة التي لم تمنعه من مواجهة الحياة والبحث عن الفرص متسلحا بإرادة مكنته من أن يكون مثالا لقرنائه من ذوي الإعاقة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة يعتبر برنامج الإرادة للحياة معنى للحياة الذي يقدمه أحمد سالم ولا أحمد عبر أثير إذاعة موريتانيا منبرا ووسيلة إيصال لرسالة لشريحة عانت الكثير من التهميش. زميل القرية شارك ولا أحمد في أول مسلسل موريتاني بث على التلفزة الموريتانية خلال شهر رمضان وهو مسلسل بنت الناس وأعطت مشاركته طابعا خاصا لمشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة والعمل. في حكاية إنسان اليوم نتشرف باستضافة أحمد سالم ولا أحمد لكن قبل ذلك نترككم مع هذا البورتري. أحمد سالم الأحمد مولود ب أدرار 1976 تعليم أساسا محضري متزوج الحمد لله ولي ابن هذا يمكن أن يكون تعريف مختصر الحقيقة اهتماماتي اهتمامات أي مواطن موريتاني
تختلف من زمن لزمن، فما اهتماماتي كشاب كاهتمامات أي شاب هو قضية الهم الوطني دائما. ثانيا دائما أكون أهتم بالأمور السياسية، أحيانا أهتم بالأمور الاجتماعية، اهتمامات مختلفة على كل حال. ومن ناحية الهوايات عندي هوايات متعددة، هو طبعا خدمة الآخرين، هو العمل الاجتماعي، العمل الإنساني، العمل الإعلامي بشكل عام، هو هذا حقيقة هو اللي جعلني متوجه الشهرة للبرنامج اللي قدم منذ بعيد. وأنا أهتم بأستمع إلى الإذاعات وأحاول أن أطلع على مختلف الأمور الإعلامية. اهتمامي هو خدمة الآخرين، نختار دائما تعود عندي بصمة في المجتمع المدني خلال اللي قالوا الجمعيات العاملة في المجتمع المدني، جمعيات يعني الغير حكومية. اهتمامي التعرف على الآخرين، دائما نختار التعارف مع الناس، نختار التواصل مع الناس، ما نختار نعود منقلق على نفسي، ولا نختار نعود ذاك المجتمع اللي يعود منقلق، ولا ذاك الشخص اللي يعود منقلق. هذا عموما هو مثلا اللي اهتماماتي بشكل عام وهواياتي. لا شك عن أي رقاش من حيث المبدأ عنه لين يعود متمتع بكامل قواه، حقيقة يعني شخص غير معاق وشخص مثلا متمتع بكامل قواه، هذا لا شك عنه لا يعود، يا الله يعود من ناحية الآلية ومن ناحية مثلا طبيعية عنه يا الله يعود أقدر هو على مثلا القيام بمختلف الأعمال اللي ينوي القيام بها. غير هذا لا يعني عنه ملي منين يعود يبتلي الله تبارك وتعالى. والحقيقة ابتلاء هون، كلمة ابتلاء هون مثلا قدوا لنا نشوفوا فيها به اللي الابتلاء أحيانا يكون في صالح الشخص وأحيانا يكون ما في صالحه، معناها عنك إذا استغليت استغلال حسن يعود قد لا يعقب يعود في صالحك. به اللي الإعاقة في حد ذاتها منين يبتليك الله تبارك وتعالى بيها وتتكيف معاها وتعود شخص عندك إرادة عصامية، وتعود شخص مولي ذيك الإرادة له تجسدها أولا في التسلح مختلف أسلحة العصر اللي طبعا ما مثلا ما في حد ما يعرف عنها. أهم أسلحة العصر اليوم هي التعلم، هي المعرفة، هي التمكن من أدوات العصر اليوم اللي هي اللي يتم بها العمل. هذا منين يعود عندك وتعود عندك إرادة حقيقة اللي تعود لإعاقة، ما هي حقيقة إعاقة مأثر عليك، بمعنى عنك تقدر تعدل ذاك اللي انت تؤمن به وذاك اللي انت شايف عنه هو اللي يخدمك وشايف عنه يتماشى مع اهتماماتك، وذاك اللي تقدم به الشيء لمجتمعك تقدر لا تعدله والله تعدل منه ياسر، خصوصا من تعود ذيك الإعاقة ما هي مشكلة عندك حساسية معينة ولأنك مثلا عندك منها يعني إيش من الخلق يعني يعود معاق يعود كأنه متعقد منها والله كذا. هاي العقلية القديمة اللي عندنا اللي نعمله في البرنامج عننا نحد من ذيك العقليات كاملة، ولا ما يقدر يعود حد يحاول عنه يعمل عنه يحد من مسألة وينقصها عند الآخرين ويضعف من منسوبها وتعود عنده هو أبدا. الحمد لله ما أنا ما ربيت في أسرة مثلا عندي أي نظرة للشخص المعاق عنه يا الله يقعد والله يا الله يعود مثلا مهمش، لا أبدا. محيطين بي ما حسوني بهذا، وأنا الحمد لله إذا ما هو في ثقافتي أنا رقاش يعود بالمرء كما يقال بأصغره قلبه ولسانه، إنه يعود قلبه صالح ويسلح بالمعرفة ويعود عنده إرادة حقيقية يقدر يعدل الكثير، والكثير اللي ما عدلوه واحدين ثانيين يعودوا الحمد لله من ناحية الميكانيكية ما عندهم مشكلة، غير يعودوا تقلهم الإرادة والله يقلهم التسلح بالعلم والمعرفة، والله على الأقل يقلهم تحديد الهدف، لأن تحديد الهدف معين على إنجاز ذاك الهدف. أحمد سالم مساء الخير، أهلا وسهلا بكم معنا في برنامج مساء الخير. مساء النور، الله يحييكم. بس أحمد سالم، بس الحين استطاع أحمد سالم أن يتأقلم عن الإعاقة في وسط المجتمع الموريتاني؟ بعد هذه بدأ أشكركم شكرا جزيلا على هذا البرنامج المتميز، راجين إن شاء الله أن يضيف بصمة كبيرة في ذا اللي قالوا تسليط الضوء على المشاكل اللي يعاني منها المجتمع. ونحييك والأخت القالية على التقديم المتميز اللي لاحظت منه. شكرا.
لا شك عني انا على كل حال مثلا شخص عادي مثلا اذا قاع حتى من التغلب على الاعاقه مثلا ما هو خارج لي لا على اني توف حقيقه ارى عن يلا عود رقاش يسلح بذل ينقال له الاراده طبعا يسلح بذل ينقال له اسلحه العصر من خلالها على الامور كامله من معرفه محاوله تطلع على الامور محاوله أنك تعود عندك إرادة حقيقية وتصميم عنك كأي فرد من المجتمع الحقيقة الإعاقة لا ينبغي أن تكون عائق في سبيل حياتنا أن نعيش حياة طبيعية حياة عادية كبقية الناس طبعا الإعاقة نقدر نتقلبوا عليها بالإرادة بالمعرفة بالتصميم على الحياة اللي ما فهمش شيء منعك منين تعود عندك إرادة وعندك تحاول عنك تعود عندك نعم أحمد سالم أنتم تقدموا برنامج إذاعي تحاولوا من خلاله أنكم تسلطوا الضوء أكثر على هموم شريحة ذوي الإعاقة طبعا هل ساهم هذا البرنامج بالنسبة لكم في تنوير الرأي العام حول قضاياكم؟ لا شك هذا البرنامج قاع أنا لست خير من يقيم هذا البرنامج لكن أعتقد عن الناس اللي معنية به وعن الرأي العام بشكل عام اعترف الى حد كبير من خلال بعض التكريمات اللي عدلتها بعض الجمعيات المؤسسة موريتانيا اللي مقدمه اللي هي اللي يقدم خلالها البرنامج اللي تقدم البرنامج حتى تكريمات عدلوها بعض الجمعيات المقدم البرنامج وتعاطي في تعاطي كبير من طرف المستمعين مع هذا البرنامج على اعتبار انه هو البرنامج الوحيد في الساحه الاعلاميه هون اللي يعالج قضايا الاشخاص المعاقين هذا كامل نقدر نقراه منه والله مؤشرات على كل حال في صالح البرنامج وفي صالح نجاح هذا البرنامج في انه اثار كل القضايا المتعلقه بالاحتياجات الخاصه واستضاف منهم نجاحات واستضاف الناس المعنيه بقضاياهم وفيهم اللي روايه عنه مفتوحه قدام اي مستمع معناها عنه القضايا كامله تنطرح فيه بدون اي رقيب وبدون اي مثلا تحفظ من اي قضيه مهما كانت. لا مثلا ما جاوبني فقط اريد بالوقت ندرك تجاوبني نعم او لا. تشاركت في اول مسلسل تلفزيوني. طبعا. وكان عندك دور تقبلتك الدور غير شنو تقييمك للاداء؟ نجحت ام لا؟ قل لي نعم او لا. صعب الحقيقه. هذا سؤال صعب نعم او لا نجحت نعم او لا انا الحقيقه لا اريد ان اكون لا انا لا اريد ان ازكي نفسي طبعا فم خيار ثالث لا باس بارك الله فيك لان احمد سالم في الحقيقه رسالة. فقط في بدايه كلامك قلت على انك مثلا اذا عدلت معهم انه تسب بالنسبه لك لا شخص عادي وانك كان لا. تقبلك العادي انا بالنسبه لي انك اللي عدلت ما هو عادي والشيء العاد ما هو عادي واللي لا ما هو عادي واللي وفي الحقيقه مضايقني الوقت وكنت نختار جلستي معك تطول ولا بداني مثلا من جلسات معك اطول منها نتيجه الوقت اصبح لصالح نشره الاخبار اذا مشاهدي الكرام نتقي الان الى استديو الاخبار لنتابع موجز باللغه الفرنسيه ثم نعود لنواصل مساء الخير مشاهدينا الكرام بعد فاصل قصير سنلتقي بحول الله وقوته مع فقرة صحة وتغذية عنوانها اليوم أمراض الخريف الوقاية دائما خير من العلاج الأمطار وتعتبر البرك التي تخلفها الأمطار المصدر الوحيد لانتشار وانتقال هذه الأمراض البلهارسيا والملاريا من أكثر الأمراض انتشارا في هذا الفصل فما هي طرق الوقاية والعلاجات الأولية لتفادي هذه الأمراض نتعرف عليها في هذا الفيديو مع فتيحة بارك الله أغسل يديك بعد كل مصافحة بسبب ما قد تنقله من مسببات للمرض ولا تكتفي بغسلها المعتاد وأكثر من الماء الذي سيؤدي إلى إزالة الجراثيم واحرص على أن تبقي اتجاه المياه نحو المصارف ابق يديك بعيدتين عن لمس عينيك وأنفك لأنهما يجمعان مسببات المرض اعتني بغذائك قد يكون من الصعب الاستمرار بتناول الغذاء الصحي في كل الأوقات خصوصاً مع ظروف العمل والحياة العصرية لكن تناول الخضار والفاكهة الطازجة يؤدي إلى بناء جسم قوي وسليم ما يقوي بالضرورة جهاز المناعة لديك ابق بعيداً عن المرضى
وحاول الحفاظ على مسافة كافية بينك وبين المصابين بأمراض فيروسية معدية حتى ولو كانوا من أصدقائك أو عائلتك. عقم نفسك واحرص على أن يكون لديك دائما مطهرات أو مناديل مطهرة، وانتبه إلى ما تشتريه، فبعض المناديل تكون خالية من المواد المطهرة وهذه الأنواع لا تؤدي الغرض المطلوب. ابتعد عن التدخين، فزيادة التدخين تؤدي إلى تغيرات في الجهاز التنفسي ويجعله أقل قدرة على مواجهة الأمراض بسبب تدمير التدخين للأهداب المبطنة للخلايا في الجهاز التنفسي. قلم أظافرك، فالأظافر يمكن أن تجمع تحتها الكثير من الجراثيم المسببة للمرض. ابتسم، فقد أثبتت دراسة حديثة أن السعادة تلعب دورا مهما في تكوين جهاز مناعة قوي، كما أن التفكير الإيجابي له نفس التأثير. لزميلة فاتحة بارك الله التي امتعتنا بهذه النصائح الطبية. نستضيف إذا ونتشرف باستضافة الدكتور خالد دولبية أخصائي جراحة أمراض القلب. دكتور مساء الخير. مساء دكتور. بداية هناك فصل خريف معروف عن الفصل تنتشر فيه العديد من الأمراض نتيجة البراك وأمراض البعوض، تدري شنو هي السبل الواقية من هذه الأمراض اللي معهودة في الفصل؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على اولا اياك نتوقع هاي الامراض لابد نعرفوها، اذا لا نقوم بجرد الامراض اللي قد تعود اكثر انتشار في فصل الخريف. سبب ندخل الامراض اللي فما نوعين من الامراض، هذا الامراض اللي مرتبطه بالخريف بفصل الخريف، وفما الامراض اللي مرتبطه بكون الخريف فيها الراحه، الراحه بحد ذاتها عندها امراض. اول شيء وهو هم بعد قاعده كان هي حوادث السير للاسف اللي تظهر بشكل اكبر بفصل الراحه اللي هو فصل الخريف، وهذا هون ما عنده من علاج يكون الحذر. المسافرين والناس اللي تقبل الطريق والسائقين يتوقعوا الحذر ويمشوا بسرعه معقوله ولا يتعبوا رؤوسهم ولا يرفقوا رؤوسهم، خصوصا واحد ماشي في الراحه ما يعرض راسه للخطر. شوف شلون الفخلة يقول دفع حد ما فيش استراحة لا يطلع لي قد ملهتها تفقوا الحالة حتى من ترى شنو هي العلاجات الأولية اللي على المواطنين اتخاذها لتأمين أنفسهم؟ نعم أنفسهم صار من الحوادث من الحوادث من الحوادث من الحوادث نعم ومن الأمراض صادرة عن الخلف من الحوادث. أول بعد كاع شي حد يعرف أنه حد راه حادث وعاد هو أول حد جاء، فما أمور عديدة تخلق. أولا بعد كاع ريالته يعولم المنطقة مثلا حادث خلق فين دي سونت ما يتلا حد يتبارك مع الناس يوخذهم من الوتو ويسعفهم ولا هذا اول اول شيء. اول شيء يدير حد ان فانو والله كراع والله يوقف ريكاش على حاجة طالي وقف الوتات سينو لا يخلقوا حوادث اخر، هذه القضيه الاولى. ثانيا يالطو هو والناس اللي معاه يحموا روسهم ما يعودوا زاد في خطر، ما يقدروا يعودوا في منطقه تجلاه داوي وحدين تعرض راسك للخطر. ثالثا يالطهم يعدلوا فرص بسيط، الناس اللي قدر عليها مولانا الوفاة واضحة قضيتها، الناس اللي حالتهم اللي خطيرة واضحة، الناس اللي حالتها يبلغوا الإبلاغ عقب ذلك. ثالثا يحاولون انهم ما يحركوا المصابين شيء ما هو ضروري، ما يالتهم يقدوا نحن عادي عندنا حد شاف حد ماشي منه الدم وفي حالة خطيرة أول شيء يجي رافدوا يلقى واحد دافع به الطب. يعني يعود اللي فما أمل ان يقدروا يجوا ناس مسعفين متخصصين من الاحسن انه ما يخلي الظهر هذا دائما اللي معبر نعم الظهر خصوصا العاده فما كسور في الظهر والله فما شنقالو والعاده فما حديده والله اي شيء حاد في الجسم ما يقلو نهائيا العاده فما حديده في الكرش خليها رفدوا وضع. اذا طمو لنا جاء حد عنده معلومات والله عنده اي ثقافه عامه يقد يعاونكم. ناس كامله اللي فاقد الوعي تكيه على زرها العسري، حد فاقد الوعي تكيه على زر العثري ويطلص راسه شوي لعله يعود فما رد او شيء. اذا هذه اسعافات اوليه من يلا المواطنين نعم وكل انسان يتعلمها كاع الاحتياط نعم نعم ويالتهم اللي امن الطرق والدرك والناس كامله اللي عيات تباشر الحوادث اللي هي تعرف. دكتور لا نشير عليكم شوي ونقيس بكم قضيه الامراض الاخرى كيف الملاريا يسوى يسوى مثلا شنو هي طريقه تفادي هذه الامراض الوقايه منها؟ اولا كيف ذكرتم من اهم الامراض اللي تنتشر في فصل الخريف هي حمى الملاريا الباليديسم. هذه
يلتفت الطاقة أساسا بعد كاع بحد الطاقة الناموس عضو، وهذا قد يستخدم اللي قال له الناموسيات المشبعة. الناموسيات المشبعة مهمة جدا، يلت حد يشريها ولا يتكل على انها عام الأول، يلت تعود جديدة ومشبعة بطريقة مؤكدة، ويلت يدخل فيها بشكل مبكر، مع نقول انه يدخل فيها العصر. بعد المغرب قريب منها. بعد يتعشى يلت بعد الليل، وخصوصا هو قاعد واقي الكبار عادي، هو ذي الملاريا اللي خطيرة حتى ومصيبة عند الناس الأطفال الصغار، 3 إلى 5 سنين، الشاشرة اللي ما تراوي يرضعوا ما طلعت عندهم حماية أمهم. والشاشرة اللي ولا فتعت عندهم مناعة مهمة الخاصة 3 إلى 5 سنوات هذه خطيرة عليهم. والله حد من اللي أجنبي على المنطقة تقبالي رقاش الحق 30-40 سنة بنواكفوط ما قطع حرك عنه، وظهر له سنن خريف النعمة زين لا هيقس النعمة يالطه لا يحتاط له ويحتاط له باش يقبال عهنا موسية ثانيا يقبال معها الدواء ثم وقاية كيميائية اللي قد حد يقبالها حب النهار من كلوروكين عنها ما طلعت يشبه شيء. والله يجي اي صيدلاني او طبيب يعطيه دواء يقد هيك ما يكينيك اللي مره حتى حد هيك مره حتى حد غير قد حد صغيره صغير غير صايب صغيره لا غال لا على كل حال فقد ارشاد المشاهد عن حد لا بد من يسرتها وعاد تمر عليه حتى يدير يدير وستمره ويزود والله ما خاص عليك ما خاص عليك نصيحه طبيه يدير عليه يشفي من العسل ويقد يدير اللي يبقى هو ما هي مشكله. اذا الناموسيه ويقبض دواء كيميائي خصوصا لحد ما هو من المنطقه حد ما هو ما اصلا عاد في حمى الناموس. ثانيا مبادره بعلاج اي اعراض تشبه اعراض الباليديسم اللي هي حمى قذاف خصوصا حمى فيها رعشه يعطي بعض الشيء مباشره القافضه الادويه ولا يستهون بها. الامراض الثانيه اللي عقب الباليديسم المنتشره هي الاسهالات. الاسهالات جايه من الوساخ جايه من الحمام التكاثر البكتيريا على البراك المائيه اللي ياسره اي جهه لاصق الايدي صقيل لا صابون حد يصقل ايدي حتى يصقل كيلو وطارح البال كامل. اذا ان شاء الله ما ياخذ واذا خلقتهم اللي ما يكثر من قدها اللهم ما عندي شاشره يلا حد يعس انه عليه شاشره يشيل قبل طول لابد يداوى ولابد نعرف شيء انه ما العاد ما لا يقصوني هذا بيع لي بيع لي على طالب بدعه عندي انا طعامهم زادهم ولا حد مضطر انا خايف من يضبطوني يعود عقب ذا لا واحد نقدر يدعو لي واحد من هذو كذيك الاطعمه استاذ دكتور باطل مدري كان عنده زي. شفت هذا قاعد لي على حاجه تطلب حاجه تطلب في زرم البراك المائيه كيف نشوفه عندك كلينيك تقريبا ما نقدر ننصح بهم كطبيب اكيد هذا ما يقدر حد ينصح حد حد شبه له وكذا شبه له هذاك المعلم انت خاصه تشوف واحد يا ولد قاعد ومرتاح وكان معلقه له دقت زين الاخلاق ما شاء الله يحيرك انه هم ياكلوا تبارك الله النهار كامل ولا يخلوا له شو لين يخاف ضم اوروبي ولا يشم رايح يشم رايحته بدل يقول سهل شهرين. دكتور خالد من رايك كان ثم اختلاف بين امراض المدينه والباديه في فصل الخريف؟ لا تقريبا من ناكشوط تبارك الله شفتوه خريف ما شاء الله اذا نساوينا برك نساوينا ناكشوط تبارك الله خريف ناموس وزاد هو معناتها لا يبقى اللهم تعدي حاملة الرش لا تعطي مفعولها. اذا الامراض تقريبا هي نفسها الاسهالات والحمى هي نفسها. لا نزيد عليها الباديه عندهم مسالتين اخرى كثره امراض الجلديه المنتشره في فصل الخريف لا زاد هي جايه من نفس الشيء من الحمان وجايه من المستنقعات الخشاش نعم الخشاش والمستنقعات. القضيه الثالثه اللي الرابعه اللي دكتور عندهم ولا عنده النواكشوط هي قضيه الضربات الشمسيه خصوصا للنواكشوط حد قابل الشاشره والاسره وذا كامل دافع بهم شر مناطق بعيده يالتهم يعود يعرف انهم من الشمس هم اللي ما هي فما فتره يالتهم تقوا فيها خصوصا الشاشره من العاشره تقريبا الى الرابعه يالت حد لا يعس على الشاشره من الشمس وحد كامل ظهرت عنده اعراض مثلا حمى طبعا لا يداوى على انه حمى ناموس غير اللي يالت يداوى على انه ضربه شمس معناها انه لابد يندا عليه الماء ويبرد ويندار احنا حد اللي الحمى نديروا لهم بجو لكن ما صار استاذ خالد لهينا نمرق شويه عنهم ما ادري شو السؤال التلفزه بهم اللي تبارك الله خريف ومضيعهم الناموس شنو النصيحه اللي تقدم لهم؟ التلفزه ما شاء الله عندكم كلمات سؤال جيد معناك مش شير ما به ولا يتعاقبي هذاك ما في دارة قد لا خريف ما شاء الله هم ناظر زينين غير مضيع الناموس ناموسنا بارد على جد ما تبارك الله يبدو كل شيء تبارك الله ممتاز بالتلفزه ممتاز دكتور ناموسنا بارد على جد شكرا عندي جست ملاحظه بسيطه هو مرض اخر والله صاد خالق نوع اخر من الامراض يخليك هو ان الناس اللي مناشر الخريف تشك ان امراض تقبال راحه في الخريف
حد فيه تانسيون فيه السكر فيه اي مرض اخر لا هي يمشي قبال الخريف لا هي لا كامل كان يعدل من رجيم ويعدل من المحافظه على صحته شك انه عادي يقدر يستغنى عنه ويمشي وكل الحمل مشوي ويوكل الشرب البلديه ذاك ما هو صالح حد فيه مرض مزمن النصائح اللي في الشتاء هي نفس اللي في الخريف بالتالي حد لا يتقى ذاك شكرا جزيلا لك شكرا دكتور خالد والبيا اخصائي جراحه امراض القلب شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا في البرنامج اذا مشاهدينا الكرام تابعنا قبل قليل النصائح الطبيه وهي نصائح عامه مع زميله فتيحة بارك الله ولن نتعرف على مواقيت الصلاة وأحوال الطقس في الفقرة الموالية الحرارة صف لي تعود حامية 37 حرارة 37 في المكشوط 37 في المكشوط الله يستر رجع بارد ما شاء الله بالنسبة لهذا الزمن الله يعاون إن شاء الله إذا مشاهدي الكرام وصلنا الآن إلى فقرة الفيسبوك وهي فقرة نخصصها لآرائكم وتعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك عنوان الصفحة هو facebook.com مساء الخير نستقبل آراءكم هذه الحلقة الأولى طبعا ما في تعليقات ما في شيء جديد لأنه أول حلقة على كل حال تركم تهبطوا عنواننا على الفيسبوك هو facebook.com مساء الخير ونستقبل آراءكم الصفحة هي اللي ظهر المخرج على الشاشة ما في جهتي ملاحظة احنا بدأنا اليوم على كل حال في انتظار إن شاء الله اقتراحاتكم وآراءكم في البرنامج وسنعرض في الحلقة القادمة تعليقات على المواضيع التي ستطرح لنقاش على الصفحة آراءكم تهمنا جدا مشاهدينا أيضا يمكنكم إرسال صور أو فيديوهات لكم وسنشاركها معكم وسنخصص فقرة خاصة بصور الأطفال خاصة أولئك الذين يحتفلون بعيد ميلادهم رسلونا على صفحة البرنامج كما أسلف محمد facebook.com/ مساء الخير خبرني انت في نطق خالد لسانك لاتيني شوي اكثر من لسانك اذا نصل نبدا الان بصحافه اليوم ولكن بعد هذا الفاصل القصير جولتنا في صحافه اليوم تبدا مع احتجاج من نوع غريب عمال في إحدى الدول محمد الأوروبية اتهموا رئيسهم ببيعهم الأحلام خلال حملته الانتخابية فتحت عنوان عمال يطرحون وعودا في مزاد علنية كتبت صحيفة الشرق الأوسط محمد أعلنت دولة أوروبية طرح لوحة رخامية للبيع عبر موقع إيباي الإلكتروني للمزاد العمال كانوا قد نصبوا اللوحة المعروضة لتكون بمثابة الشاهد على تخلي رئيسهم عنهم وعدم إيفائه بالوعود التي كان قد قطعها لهم بالحفاظ على مصنعهم وذكر مسؤول لواحدة من أكبر نقابات عمال مصنع للصلب في تلك الدولة أن المحبطين قرروا تحويل ريع البيع إلى جمعية مطاعم القلب الإنسانية التي تعنى بتوفير وجبات الطعام للفقراء ويأمل العمال أن يجمعوا مبلغ 500 يورو على الأقل وهو الثمن الذي دفعوه لصنع الشاهد الرخامي الشبيه بشواهد القبور وتتصدر الشاهد كلمة خيانة منحوتة بحرف بارز وتليها عبارة تقول هنا ترقد وعود التغيير التي قدمها الرئيس إلى العمال وعائلاتهم ونواصل مع غريب الأخبار وطريفها فما قال إن توقف القلب لا حياة بعده صحيفة الشرق الأوسط أوردت خبرا من صفحة ميكانيكي على الفيسبوك كتب عليها فرغت الحياة منذ أسبوع لمدة تتراوح ما بين 35 إلى 45 دقيقة أمر غريب جدا عودة الميكانيكي للحياة بعد أن أعلنت وفاته أثارت حيرة الأطباء في الولايات المتحدة وجاء في خبر الصحيفة
أجرى مستشفى ديفون وإكسترا الملكي تجارب سريرية على مرضى لمدة 3 أشهر، طلب منهم خلالها التدرب على الغناء لتحسين نبرة عضلات الحلق لديهم. وابتكرت إلسي أوغاي وهي مديرة جوقة غنائية تمارين لعلاج هذه الحالة المزعجة، أسمتها الغناء من أجل الشخير وتقوم بتدريب المرضى عليها. وقالت أوغاي: وجدت أن المرضى الذين غنوا أصوات أونغ وغار تمكنوا من تخفيف أو وقف الشخير الذي يعانون منه. وكانت الدراسة كشفت أن 40% من الرجال البريطانيين و 25% من النساء البريطانيات يشخرون بشكل متكرر، و 50% يشخرون في بعض الأحيان، ويشكو البعض من انقطاع التنفس أثناء النوم مما يسبب الاستيقاظ المتكرر واضطرابا في النوم. وهي ظاهرة مخيفة تصيب الرجال أكثر من النساء، وتحدث نتيجة انسداد في مجرى التنفس مما يعرض المريض لأخطار لا حصر لها في الجهاز التنفسي. وحذرت دراسة قديمة من أن الشخير الذي يبدأ أثناء الحمل قد يكون مؤشرا على مشاكل بالتنفس، تزيد من مخاطر الإصابة بضغط الدم المرتفع لدى الحامل ويؤثر على صحة الأم والجنين. محمد، في العادة قصص الحب سعيدة لكن نهايتها ليست دائما كما نرى في الأفلام والمسلسلات. ففي الصين شاب يقفز في نهر جارف هربا من نكد حبيبته إثر جدال حاد بينهما. رسالة جديدة من تحت الماء. تعرض تونيال الذي يعمل ميكانيكي محركات ديزل لسكتة قلبية لمدة 45 دقيقة، وبعد فشل الأطباء في عملية إنعاشه أعلنت وفاته من قبل طبيب القلب. وبعد نقله إلى البيت استيقظت زوجته ميليسا في الساعة 4 صباحا ولاحظت أنه يتنفس بشكل غريب، ولم تتمكن زوجته من إيقاظه لكنها أجرت له تنفسا صناعيا حتى وصلت سيارة الإسعاف. وقال طبيب القلب رجا نازير: جربنا معه كل شيء نعلمه عن علاج السكتات القلبية، وعند لحظة معينة عليك أن تتوقف عن عملية الإنعاش. وبعد لحظات رأى نازير أن جهاز مراقبة قلبيال يظهر موجات كهربائية صغيرة مرة أو مرتين كل دقيقة. وأضاف: خلال السنوات 20 الماضية لم أرى أو أسمع قط عن أي شخص تعلن وفاته يعود إلى الحياة. وعاد يال بعد أيام من الحادث إلى منزله وفي صدره جهاز لتنظيم ضربات القلب. لله في خلقه شؤون. وفي القدس العربية ماساة شاب إماراتي حقن نفسه بالسيليكون بحثا عن الجمال فوجد السرطان. فعلا الجمال عذاب. للحصول على جسد مثالي حقن شاب إماراتي جسده بالسيليكون ما تسبب بدخوله في صراع مع مواد مسرطنة سيطرت على عضلاته وجعلت الآلام لا تفارقه، قبل أن تتجدد آماله في الشفاء بعدما سافر لتلقي العلاج في ألمانيا وإجراء عملية جراحية دقيقة وصعبة بدأها بذراعه اليسرى، وذلك بعدما انتشرت مادة السيليكون في كتفه بغزارة. وذكر الشاب أنه عاد إلى حياته الطبيعية بعد إجراء العملية ونجاحها بفضل الله، وهو ما غير مجرى حياته بعد معاناة استمرت لأكثر من عامين كان يبدو خلالها تائها ودائم العصبية ويشعر بالآلام. لوي فيتون، هيرمس وغوتشي هي أسماء تقدر بالذهب وتوازيه قيمة. والتعبير هنا ليس مجازاً بالحقيقة في هونغ كونغ، حيث أصبح بإمكان كل من يمتلك حقيبة من هذه البيوت رجلا كان أم امرأة أن يرهنها ويحصل على 80% من قيمتها كل ما احتاج إلى سيولة بشكل عاجل. لذا إذا كنت قد ترددت في السابق في اقتناء حقيبة يد من هذه البيوت بسبب سعرها العالي فإن حجتك لم يعد لها أساس، وأصبح واجبا عليك التعامل معها كاستثمار بعيد المدى. هونغ كونغ التي تضم الكثير من مكاتب الرهن المعترف بها والتي تستهدف ذوي الدخل المحدود انتبهت إلى أهمية حقائب اليد وكيف أنها لا تخسر قيمتها مع الزمن، وكيف أن أصحابها لا يتخلون عنها بسهولة مما يجعلها رهينة مضمونة ومفيدة للطرفين. شركة ليدي فاينانس كو، وتعني امرأة ذرية، واحدة من الشركات التي توفر هذه الخدمة وتقرض كل من يحتاج مبلغا ماليا بشكل سريع مقابل رهن حقيبته. وكلما كانت الحقيبة من التصاميم الكلاسيكية والإصدارات المحدودة التي تطرحها هذه البيوت بين الفينة والأخرى
زادت فرصة الحصول على مبلغ محترم، وعلى الراهن أن يسدد المبلغ في غضون 4 أشهر وبفائدة قدرها 4% في الشهر. لكن قبل ذلك يخضع مكتب الرهن الحقيبة للكثير من الاختبارات والتمحيص للتأكد من أصلها وجودتها قبل تسليم المبلغ. الشركة قالت إنها منحت مؤخرا صاحبة حقيبة من دار إرمس مبلغ 13170 جنيه استرليني، وقد يصل إلى 100000 جنيه استرليني أحيانا حسب نوعية الجلد والعدد المطروح منه. فهذا النوع لا يحافظ على قيمته فحسب، بل يصبح الطلب عليه أكثر كلما تقدم في العمر. وحسب ما نشرته وول ستريت جورنال، فإن معظم من اضطرتهن الظروف لرهن حقائبهن استرددنها في الوقت المحدد، فهي عملية لا يمكنهن التفريط بها بأي ثمن. هل تمتلك حقيبة من هذه الماركات التي ذكرنا؟ إلا ما نملك بعض قلم من هذه الماركات اللي سميتها. إذن مشاهد قد لا نستلف لك تستثمر. مشاهدينا، كانت تلك قراءتنا اليومية في الصحافة، وعرضنا فيها أهم ما سطرته الصحافة من منوعة مختلفة جمعت بين الغرابة والطرفة. بعد قليل جديد الساحة الثقافية والفنية. أهلا بكم. نظمت رابطة الموريتانيين بالمدارس الكبرى في موريتانيا وخارجها بمقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية في نواكشوط ندوة ثقافية تهدف حسب القائمين عليها إلى إطلاع الرأي العام على ازدهار ثقافة الموريتانية من خلال خلق مكتبة علمية بالفيديو على الشبكة العنكبوتية تمكن متصفحيها من الاطلاع على عمق الثقافة الموريتانية. تنظيم هذه الندوة الأولى من نوعها في موريتانيا وإفريقيا والثانية عالميا سيمكن من اكتشاف المواهب الشابة وتمنياتها والعمل على توجيهها مهنيا وفق معايير شفافة تمكنهم من ولوج سوق العمل خدمة للوطن. وقدمت في هذه الندوة عروض بحضور رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية ورئيس مجموعة نواكشوط الحضرية وعدد من المدعوين. كرمت كلية العلوم التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش في المملكة المغربية الطالب الموريتاني بامبا والسيدي محمد، وذلك بعد حصوله على المرتبة الأولى في ماستر الكيمياء العضوية وتطبيقاتها الطبية والصناعية. عميد الكلية نوه بالجهد الكبير الذي بذله الطالب على مدى سنتين قضاهما في الكلية، سافر خلالهما إلى فرنسا من أجل تعميق بحث تخرجه، وهو ما مكنه من الحصول على منحة فرنسية لمواصلة بحوثه العلمية في سلك الدكتوراه. فاز كتاب المسرح في الإمارات 60 عاما من العطاء للكاتب والناقد عبد الإله عبد القادر بجائزة أفضل كتاب لغير المواطنين عن دولة الإمارات التي تمنحها ندوة الثقافة والعلوم في مسابقة جائزة العويس للإبداع. ويسعى عبد القادر إلى أن يحيط الكتاب المدعم بالصور والأرقام والجداول الإحصائية بالمنجز المسرحي في الإمارات. الكتاب يناقش في الفصل الأول جذور المسرح في الإمارات والعوامل التي أخرت ظهوره والإرهاصات الأولى التي وضعت لبناته الأساسية، ويعين تدرج النشاط المسرحي من ناحية النص وفترة التأسيس مرورا بمراحل النهوض به، مركزا على سمات المسيرة الإبداعية للراحل صقر الرشود أحد أشهر رواد المسرح العربي. وإلى مصر محمد، حيث أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية أنه رغم أحداث العنف التي تمر بها مصر في الآونة الأخيرة إلا أن دورته الثالثة ستعقد في موعدها في مارس المقبل، وسيكون رئيس مالي السابق ألف عمر كناري ضيف الشرف. الغريب زميل القاري أن رئيس المهرجان قال في البيان أنه قابل وفد الاتحاد الإفريقي وعرض على كناري أن يكون ضيف شرف للدورة القادمة، وأنه وافق لعلمه بأهمية دور هذا المهرجان الذي تعرف عليه رئيس المالي السابق من خلال تكريم دولة مالي في الدورة الثانية في مارس 2013 بحضور السينمائي المالي العالمي سليمان سيسي الذي كرمه المهرجان. نعم محمد، المهرجان الذي تنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين وهي غير ربحية وتعمل في مجال الفنون والثقافة منذ عام 2006 يقام سنويا في مدينة الأقصر الواقعة 690 كيلومترا جنوبي القاهرة، وهي مدينة تشبه متحفا مفتوحا يضم كثيرا من كنوز مصر الأثرية الفرعونية.
من الأخبار الثقافية كذلك زميل القالية، نجح فريق من العلماء في علم علماء الأثار في اكتشاف مدينة أثرية تعود إلى حضارة مايا في شبه جزيرة يوكاتان، وبقيت أطلال المدينة الضائعة في الأدغال مجهولة عدة قرون، ويبدو أنها كانت تحظى بأهمية كبيرة وقت ازدهارها في النصف الثاني من الألفية الأولى للميلاد، وأطلق العلماء على المدينة اسم تشاكتو. اكتشاف المدينة محمد جاء بعد فحص فريق من العلماء المكسيكيين من أكاديمية العلوم والفنون السلفونية صورا جوية لمنطقة في أحد المحميات التقطتها اللجنة الوطنية للمعارف واستخدام التنوع الحيوي منذ 15 سنة. وحسب تقديرات الفريق كانت المدينة مسكنا لما بين 30 إلى 40 ألف نسمة، إلا أن هناك حاجة للمزيد من البحوث لتدقيق التقديرات، وفيها ملاعب كرة و15 هرما يصل ارتفاع أحدها إلى 23 وشواهد حجرية ضخمة مما يدل على أهميتها، ويمتد موقع المدينة على 22 هكتارا. نعم محمد، ويأمل الباحثون في الحصول على معلومات حول علاقة هذه المدينة ببور حضارة مايا الأخرى لتوضيح أسباب اندثارها في نهاية الألفية الأولى للميلاد، وقد أطلقوا عليها اسم تشاكتون وتعني الحجر الأحمر. ومن تشاكتون زميل القالية إلى لبنان، حيث متحدية الوضع الأمني المتوتر شمال لبنان، افتتحت مهرجانات بلعبك الدولية انشطتها ساعات بعد تفجيرين في مدينة طرابلس يوم الجمعة. وزير السياحة اللبناني قال إن افتتاح المهرجان بمنزله كسر اللعنة التي لاحقت الدورة الحالية، وأضاف أن استمرار المهرجانات هذه السنة يشكل فعل مقاومة على الرغم من إقامتها استثنائيا في إحدى الضواحي الشمالية لبيروت بسبب الظروف الأمنية التي تشهدها بعلبك من الحدود مع سوريا. هي ليست بعلبك، هي بعلبك. بعلبك عفوا. بعلبك. بعلبك. رئيسة لجنة المهرجانات في كلمة ألقتها قبيل رفع الستار عن أولى حفلات البرنامج قالت إن لبنان يمر بمرحلة صعبة جدا، فيما يهدد كيان الوطن، وعلى الحياة أن تستمر، وعلى لبنان أن ينهض مطالبة الحاضرين الوقوف دقيقة صمت، مطالبة الحاضرين الوقوف دقيقة صمت تعبيرا عن مشاركة كل من يتألم. وحضر نحو 1000 شخص حفلة الافتتاح لعازفة البيانو والمغنية البرازيلية إليانا إلياس في الموقع المؤقت للمهرجان. محمد، ونعود إلى مصر، حيث قررت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة إناس عبد الدايم وقف أنشطتها الفنية والثقافية حتى إشعار آخر بسبب حالة الفوضى والتخريب التي تعيشها مصر. وقالت في بيان لها إنه نظرا للأحداث المؤسفة التي تمر بها البلاد تقرر تأجيل المهرجان الصيفي بالمسرح المكشوف ومهرجان الإسكندرية السابع للموسيقى العربية لحين إشعار آخر. نقل الفنان اللبناني مارسيل خليفة إلى المساحات الخاصة بمدينة طنجة شمالي المغرب بعد وعكة صحية ألمت به بسبب عوارض ظهرت عليه تخص مشاكل في الكلى. المصدر الطبي المعالج لمارسيل قال إنه غادر المستشفى بعد تلقيه التدخل المناسب وتشخيص حالته، مضيفا أنها لا تستدعي القلق ولا الخضوع للمراقبة الطبية. وكان الفنان اللبناني قد تخلف عن موعد يخص لقاء مفتوح برنامج بإحدى فنادق طنجة بعنوان بدون الموسيقى الحياة خطأ. بدون الموسيقى الحياة خطأ. هي مقولة شهيرة للفيلسوف والشاعر الألماني فريدريك نيتش. بعدها كان مزيون. إذا نهاية النشرة الثقافية، وبعد هذا الفاصل نلتقي في إطار جديد عالم التقنية. أهلا بكم في عالم التقنية. نعم محمد، وفي جديد الأخبار التقنيات، لإدراكها أن الطاقة والحماية أمران ضروريان ثابتان بالنسبة للأجهزة الخاصة، قامت الشركات التقنية بدمج هذين العاملين في رزمة واحدة، إذ دخلت شركة مايت شارج صانعة بطاريات الدعم هذا المعترك التنافسي، هذا أيضا بطراز خاص لدعم آيفون 5 سمته فيردوم 2000. وقد سمي طراز هذا السن نسبة إلى البطارية بقدرة تقابل 2000 ملي أمبير ساعة.
الموجودة داخله، ويجري تأمين الطاقة عبر موصل الربط لايتينج الذي يمكن إبرازه من أسفل العلبة لشحن الهاتف، وهو يمكن توضيعه عند عدم استخدامه تارك مكان السماعة وفتحة الإضاءة غير مقطعتين للوصول إليهما بسهولة. أكد مارك زكبرغ مؤسس موقع فيسبوك على حسابه على الموقع أن كل شخص يستحق أن يتمتع بنفاذه إلى الإنترنت، وذلك في إطار الشراكة العالمية التي أطلقها مع مجموعات تكنولوجية أخرى لتسيير نفاذ الفقراء إلى الشبكة العنكبوتية. ويهدف هذا المشروع المعنون بعنوان internet.org إلى توسيع نطاق النفاذ إلى الإنترنت ليشمل 5 مليارات شخص من خلال تخفيض كلفة خدمات الإنترنت الأساسية على الهواتف الخلوية في البلدان النامية، وفق ما جاء في بيان أصدرت الفيسبوك الأربعاء. نعم محمد، ويتمتع 2.7 مليون شخص أي أكثر بقليل من ثلث إجمالي سكان العالم بالنفاذ إلى الإنترنت، ولا يزال عدد الزبائن الجدد الذين يشتركون كل سنة خدمة الإنترنت ضئيلة جدا عندهم. أطلقت شبكة لينكدين للتواصل الاجتماعي الخاصة بالمهني والأعمال الاثنين قسما خاصا بالجامعات لمساعدة طلاب المدارس الثانوية على التواصل مع الجامعات التي يرغبون بالالتحاق بها، كما خفضت السن الأدنى المسموح به للتسجيل في الشبكة إلى 14 عاما في الولايات المتحدة. وأعلنت لينكدين أن 200 جامعة أنشأت صفحات على شبكتها حتى الآن، وتسمح هذه الصفحات للطلاب مشاهدة عدد مستخدمي لينكدين إن الذين تخرجوا من تلك الجامعة والتخصصات التي يعملون بها وأبرز الشخصيات الناجحة الذين تخرجوا منها، وتمثيل بيان لعلاقة مستخدمي ما بهؤلاء الشخصيات محمد. وتسمح هذه الميزات للمتقدمين للجامعات نفسها للحصول على شهادات وتوصيات إضافية إلى طرح الأسئلة. ستطلق شركة سانكوفوريا تطبيقا مخصصا لهواتف آيفون يسمح بمعرفة وقت الصلاة واتجاه القبلة في الطائرة، ويحل هذه المشكلة التي يواجهها الملايين من المسلمين. التطبيق المسمى رحلات الهلال يرسل بعد تسجيل تفاصيل الرحلة تنبيها يحدد الساعة التي ينبغي فيها على المسلم تأدية الصلاة واتجاه القبلة. وشرح مدير العمليات في الشركة أن المسافر المسلم يمثل على الأرجح في أيامنا هذه السوق الأقل استغلالا في مجال السفر، مضيفا أن الشركات المعنية لا تليه الأهمية التي يستحقها خصوصا إذا أخذ حجم هذه السوق وإمكاناتها بالاعتبار. بركاك لا تفطر صيد ما تفل أنت في الطائرة تشتري صلاحات معنا الله ما قد صليت في الطائرة الصعيبة قدر من القنوت. مع استمرار النقاش حول انبعاثات التسخين الحراري للأرض ومحدودية قدرات الطاقات البديلة مثل طاقة الشمس والرياح وأمواج البحر، يطرح بقوة موضوع التنقيب عن الغاز الصخري الموجود في أعماق الأرض الذي يعتبره البعض معجزة تقنية، بينما يعتبره أنصار حماية البيئة عملا تخريبيا يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية للأرض ويزيد من احتمال حدوث تصدعات تليها هزات أرضية. وننتقل بكم الآن مشاهدينا الكرام من عالم التقنيات والتكنولوجيا إلى فسحة قصيرة في الوطن، ونبقى مع هذه الصور المتنوعة. لا تنسوا بإمكانكم إرسال صور التقطتها كاميراتكم لمتابعها معا في برنامج مساء الخير. نبقى مع هذه الصور. Thank you.
لأن كانت لكم صورا عامة عن موريتانيا من مختلف مناطقها ومختلف أزمنتها وظروفها سواء في الخريف أو في القياطنة أو في مختلف المناطق السياحية في هذا الوطن الغالي. نحن نستعرض هذه الصور في برنامج مساء الخير. يمكنكم مشاهدينا كما أسلفنا التواصل معنا والمشاركة بآرائكم في مختلف مواضع النقاش وكذا طرح اقتراحاتكم عبر صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.net/مساء الخير. محمد لأن مشاهدي الكرام كبروا خليكم لقضية هذا العنوان حتى لأني متعاكلة لي يعلو شوي. لكل حالة شكرا لمتابعتكم ونلتقيكم إن شاء الله تعالى بعد غد أنا وزميلتي الغالية. أما غدا فتلتقون زملاء فتن والمنتالي ومنامة محمد في مساء خير جديد. إلى ذلك الحين مساء الخير وإلى اللقاء.